يلا يلا مرة دخلنا بجواب ولا ورقة ولا موضوع ولا كهرباء ولا صرف ولا مية. الحاجات دي كلها كل اللي الناس شايفاها كله فندم ما بيطلعش او ما كانش ينفع يتعمل بايدينا يعني. طبعا لا ده دعم كامل مع وزير الشباب والرياضة هنا موجودة وطبعا معالي الوزير والقيادة التنفيذية اللي معاه. حقيقي عملنا حاجة قدر المستطاع علشان نعمل حاجة لأهالينا في شبين الكوم.